السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل الكونفرتر، هنشرح النهاردة مسائل البوست. خلي بالكم ان انا المرة اللي فاتت كنت بشرح الخطوات بالتفصيل، النهاردة في خطوات مش لازم افصلها قوي، بس انتوا هتمشوا على نفس النمط اللي احنا اتعودنا عليه المرة اللي فاتت. بالنسبة لتكوين الدايرة، هو نفس المكونات باختلاف مكان كل مكون. يعني عندي باور الكترونيك سويتش، وعندي دايود، وعندي اندكتور ومكثف وريزيستيف لود. البوست كونفرتر ده بيعمل ستيب اب للفولتج. نبدأ كده بأول مسألة ديزاين. مديني الاوتبوت بتاعي ب30 والانبوت ب12. بيقول لي ديزاين فور كونتينوس اندكتور كارنت، ومديني الاوتبوت فولتج ريبل للزان 1%، ومديني اللود ريزيستور بتاعتي ب50 اوم. بيقول لي اسيوم الايديال كومبوننت فور ذا ديزاين، يعني بيقول لي ما تحسبش لوسز. تاني هيدخل 12 فولت، يخرجوا لي 30 فولت، معنى ذلك انه عمل ستيب اب. مديني قيمه اللود بتاعي ب50، وبيقول لي افرض ايديال كومبوننت. اول حاجه ببدا احسبها هي الديوتي ريشيو. الدي هنا في البوست هي بتساوي 1 ناقص في اس على في اوتبوت، هتطلع ب6/10. خلي بالك زي ما اتفقنا انت مش مطلوب منك استنتاج للقوانين، يعني انت مجرد بتحط القانون وبتعوض. تاني حاجة هجيب ال L minimum، هي عبارة عن دي في 1 ناقص دي تربيع في ال R على 2F. خلي بالك هنا هو مش مديني switching frequency، هو المفروض بيديني switching frequency، لكن لو ما ادهوليش انا بفرضه. فهنا انا مثلا فرضته ب25 كيلو هرتز عشان يكون في الاوديو رينج، وهبدأ اعوض. جبت ال L minimum ب96 مايكرو هنري، وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا بخلي الرقم بتاعي رقم ملموس، يعني بالمايكرو او بالملي. طبعا ال L minimum عشان اجيب ال L بضربها في 1.25، فلما اضرب 96 في 1.25 هتطلع ب120 مايكرو هنري. الخطوة دي خلي بالكم مش مكتوبة، لان انا كده كده شرحتها المرة اللي فاتت واكدت اني بجيب ال L minimum، لان ال L ملهاش قانون لوحدها. بعد كده عشان يبقى عندي مارجن للكونتينوس كارنت ببدأ اضربها في 1.25، بجيب ال L، فال L عندي هنا هتطلع ب120 مايكرو هنري. بعد كده هروح اجيب اللود كارنت بتاعي عباره عن الفي اس في 1 ناقص دي تربيع على ار، هيطلع ب1.5 امبير. بعد كده هروح اجيب الدلتا اي ال، او الدلتا اي ال على الاثنين مش هتفرق معايا. كده كده بعد ما تجيب الدلتا اي ال هتقسمها على الاثنين عشان تجيب الاي ال مينيمم والاي ال ماكسيمم. فهجيب هنا الدلتا اي ال على الاثنين اللي هي في اس في الدي في التي على 2 ال. خلي بالك هو نفس القانون لو انا قلت في اس في الدي على 2 ال اف، لان الاف هي مقلوب التي، فهيطلع الدلتا اي ال ب2.4 امبير، او الدلتا اي ال على الاثنين ب1.2 امبير، زي ما تحب. ده مش قرآن يعني، بمزاجك، اهم حاجة تكون عارف كويس انت بتعمل ايه. طب ايه لازمة ان هو هنا حسب لي الدلتا اي ال على الاثنين في خطوة واحدة؟ عشان خاطر الاي ال ماكسيموم عبارة عن الاي ال زائد الدلتا اي ال على الاثنين، والاي ال مينيموم هي عبارة عن الاي ال زائد الدلتا اي ال ناقص دلتا اي ال على الاثنين، فتطلع لي 2.7 و3، وده الرينج بتاعي بتاع تيار الاندكتور. طبعا ناخد بالنا جدا، وباكد زي المره اللي فاتت ان مسائل الديزاين لازم بكل خطوه كل رقم بحسبه بيبقى بالشرح بتاعه وبالخطوات، ما ناكلش اي خطوات في المساله، وما فيش اي حاجه بجيبها او قانون بحطه ورقم من غير ما اكتب له شرح. فزي ما اتفقنا هنا بعد ما حسبت جبت قيمه الاندكتور والتيارات، لازم بديله كومنت في الاخر بقول له ان انا عندي قيمه الاندكتور بتاعتي كذا، والاي ال ماكسيمم كذا، والمينيمم كذا، والدلتا بكذا، وجملتين من عندي كده. يبقى ناقص لي اخر حاجه في المساله دي، في مساله الديزاين بتاعت البوست، هي قيمه المكثف. السي بتساوي هي دي على ار في دلتا في الفولتج ريبل في الاف. الديوتي ريشيو ب6/10، والريزيستيف لود ب50 مديها لي، والفولتج ريبل ب1/100، والفريك اوف سويتشنج فريكوانسي ب25 كيلو هرتز. وزي بفكر الناس برضو ان الفولتج ريبل يا اما بتكتب في سافكس ريبل او دلتا في اوتبوت على في اوتبوت. وجبت قيمه المكثف ب48 مايكرو فراد. وطبعا ما ننساش نفس الطريقة اللي علمتكم بيها الكومنت النهائي في مسألة الباك، هي هتبقى نفس الطريقة اللي هتكتبوا بيها الكومنت النهائي في مسألة البوست. يعني خلي بالك مسألة البوست هنا انا مختصرة الكومنتات، لكن مسألة الباك بتاعت المرة اللي فاتت كانت الكومنتات بتاعتك كاملة، فهي دي اللي انت هتمشي عليها. تعال نشوف هنا مسألة على الباك بوست.
بالنسبة للباك بوست يا شباب نفس مكونات السيركت، هي باور الكترونيك سويتش ودايود واندكتور ومكثف وريزيستيف لود، بس كل مكون مكانه مختلف وبيفرق معايا التشغيل في حالة الاون والاوف، بجانب ان الباك بوست بيعمل ستيب اب اور ستيب داون. تعالوا نشوف اول مسألة عندنا، مديني الانبوت باربعة وعشرين ومديني الديوتي ريشيو ومديني الار ومديني ال والسي والاف. طيب يبقى كده كويس جدا، مديني السويتشنج فريكوانسي يعني انا مش محتاجة افرده، مديني الانبوت والديوتي ريشيو يبقى اكيد هيطلب مني الاوتبوت. طيب تعالوا نشوف بقى مطلوب مني ايه، بيقول لي ديترماين الاوتبوت فولتج، وعايز الاندكتور كارنت بقى الافريج والمينيمم والماكسيمم، وعايز الاوتبوت فولتج ريبل. تعويض مباشر في القوانين يا شباب، وطبعا انت مش هتحفظ القوانين، الفي اوتبوت هي ناقص الفي اس في دي على واحد ناقص دي، يبقى هيطلع لي ناقص 16 فولت الاوتبوت فولتج، والاي ال في اس في الدي في الار على واحد ناقص دي تربيع، في اس في الدي على ار في واحد ناقص دي تربيع. هعوض، خلي بالك ال تمام كده حسبت الاي ال، بعد كده اقدر اعوض في القانون احسب الدلتا اي ال اللي هي الفي اس في الدي في التي على ال، وزي ما اتفقنا يا اما احط التي فوق يا اما اشيلها واحط السويتشنج فريكوانسي في المقام، هي هي جبت الدلتا اي ال باربعة وتمانية من عشرة، بعد كده بكل بساطة اروح اجيب الاي ال مينيموم والاي ال ماكسيموم. كده انا كده عرفت تيارات الاندكتور وهو مديني قيمته، يبقى كده تمام، ومعايا الاوتبوت فولتج، يبقى مش ناقص لي غير الاوتبوت فولتج ريبل. الاوتبوت فولتج ريبل بتاعي اللي هو دلتا في اوتبوت على في اوتبوت عبارة عن دي على ار في السي في الاف، اللي هي اربعة من عشرة على الار بخمسة في السي بتمانين مايكرو، يعني تمانين في عشرة أس ناقص ستة في السويتشنج فريكوانسي اللي هو مية كيلو اللي هي مية في عشرة أس تلاتة، هيطلع واحد من مية في المية، واحد من مية اللي هي واحد في المية. بأكد للناس آخر مرة، دي إن شاء الله إن شاء الله دي آخر مسألة في assignment one، بأكد في مسائل الكونفرتر سواء باك أو بوست أو باك بوست، تاخد بالك كويس جدا أنت بتعوض في أنهي قانون، تاخد بالك من شكل السيركت بتاعتك، تاخد بالك كويس جدا من التحويلات، المايكرو بضرب في عشرة أس ناقص ستة، الملي بضرب في عشرة أس ناقص تلاتة، السويتشنج فريكونسي على طول بيبقى بالكيلو هرتز، والكيلو يعني بضرب في عشرة أس تلاتة. وناخد بالنا كويس جدا في مسائل الديزاين، ودي بنسبة كبيرة جدا هي اللي جاية في ان شاء الله في الاسايمنت، ان انت في مسائل الديزاين لازم في كل خطوة بالكومنت بتاعها، ما ينفعش اشرح وفي الاخر ادي كومنتات في الاخر، لا كل خطوة بالشرح بتاعها وفي الاخر في كومنت نهائي بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.